بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بها الجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء السابع لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار لشعبة المحاسبة. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنواصل الحديث عن ما تم التوصل إليه في نهاية اللقاء الماضي والمتعلق ب النسب المالية، ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع وواضح لدى الجميع. هل الصوت مسموع وواضح لدى الجميع؟ إذا لنبدأ على بركة الله. تعرفنا في اللقاء الماضي على كيفية استخراج نسبة السيولة بشقيها، النسبة الجارية والنسبة السريعة، وذكرنا أن المعيار المناسب لاستخراج النسبة الجارية هو 2:1، وتعرفنا أيضا على النسبة أو المعيار المناسب للنسبة السريعة، ألا وهو 1:1. وكما ذكرنا أن نسبة السيولة الجارية تعبر عن عدد المرات التي تستطيع فيها الوصول المتداولة تغطية الالتزامات المتداولة. لعلنا ننتقل الآن للحديث عن النسبة الثانية، ألا وهي معدل دوران المخزون، حيث أن الهدف الرئيس من إدارة المخزون من المواد هو جعل تكلفة الاحتفاظ بمخزون المواد أقل ما يمكن، وفي نفس الوقت توفير الكميات والنوعية المناسبة من المواد اللازمة. ويتحقق هذا من خلال الموائمة بين المدخلات إلى المخرجات من المخزون. وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة، حيث أنه كلما زادت هذه المرات كلما كان ذلك في صالح الشركة، حيث تستطيع الشركة أن تحقق أرباح كبيرة في استخدام هامش ربح أقل من مثيلاتها في السوق والتي لديها معدل دوران مخزون أقل. وهذه تعتبر ميزة تنافسية كبيرة يمكن الاستفادة منها. وعلى العكس من ذلك، في حال كان معدل دوران المخزون أقل بالكثير من الشركات في نفس القطاع، فيعني ذلك أن بقاء المخزون مدة طويلة لدى الشركة مقارنة بمنافسيها. ولاستخراج معدل دوران المخزون ما علينا إلا تقسيم المبيعات على رصيد المخزون. والمبيعات معطاة في التمرين بقيمة 20 مليون، نقوم بتقسيمها على رصيد المخزون والمعطى في التمرين ب4,400,000. نجد أن معدل دوران المخزون يساوي في هذه الحالة 4.54 مرة بعدد مرات. ولاستخراج هذا الرقم أو استنتاج هذا الرقم بعدد أشهر، ما علينا إلا تقسيم عدد أشهر السنة
12 شهر على هذا الرقم 4.54، نجد أن هذه المؤسسة بحاجة إلى شهرين وثلثي الشهر تقريبا، حيث أنها تكون ب 2.64 شهر لإضافة مخزون جديد من المواد. واضح؟ ننتقل الآن إلى النسبة المالية التي تليها، ألا وهي معامل دوران النقدية، حيث تمثل النقدية الفرق بين النقدية الداخلة إلى خزينة المنشأة والتدفقات النقدية الخارجة من خزينة المنشأة. ومن أهم مصادر التدفقات النقدية الداخلة هي الإيرادات المحصلة والمتحصلات من الديون، ومن أمثلة التدفقات النقدية الخارجة هي الرواتب والأجور وكذلك مصروفات المواد وتسديد أقساط الإيجار. ونلاحظ أن لتحويل أو للحصول على النقدية من عملية الشراء، فخاصة فيما يتعلق بالشركات الصناعية، فإن هنالك 4 مراحل لهذه الدورة النقدية. المرحلة الأولى هي مرحلة شراء المواد الخام، ومن ثم مرحلة استلام المواد ودفع ثمنها، يلي ذلك مرحلة تصنيع المواد وبيعها للعملاء، وأخيرا مرحلة استلام الثمن نقدا أو على الحساب ومن ثم استلامه لاحقا. ولحساب المدة الزمنية لهذه 4 مراحل في تمريننا لهذه الشركة، ما علينا إلا استخراج معدل دوران النقدية. ولاستخراج معدل دوران النقدية نقوم بتطبيق هذه القاعدة التي تقول أن معدل دوران النقدية يساوي المبيعات على رصيد النقدية. لدينا المبيعات من التمرين بقيمة 20 مليون، نقوم بتقسيمها على رصيد النقدية سواء بالبنك أو الصندوق بقيمة 800,000 ريال، نجد أن معامل دوران النقدية ب25 مرة. نقوم باستخراجها كعدد أشهر أو أيام، نجد أن المنشأة تحتاج إلى 0.48 شهر في السنة لإضافة أو للانتهاء من 4 مراحل السابقة الذكر. كيف قمنا باستخراج 0.48 شهر؟ من يفيدنا يا أخوان؟ من يفيدنا كيفية استخراج معدل دوران النقدية بعدد أيام أو أشهر؟ واستخرج لنا هنا ب0.48. من وين حصلنا على هذا الرقم؟ يا أخوان من وين؟ من يفيدنا؟ من يخبرنا كيف تم الحصول عليه؟ نعم أحسنتم، أحسنتم، نعم 12 تقسيم 25. واضح؟ سهلة. فيما يتعلق بالأسئلة، كيفية كيف تأتي فيها الاختبار، ممكن يعطيك مثلا لحساب معدل دوران النقدية، فإننا نقوم بتقسيم وأعطيك مجموعة من الخيارات: المبيعات على رصيد النقدية مثلا، المشتريات على رصيد النقدية، المبيعات على رصيد المخزون على سبيل المثال، الوصول على رصيد النقدية، وما عليك إلا باختيار الإجابة الصحيحة والمتمثلة بالمبيعات على رصيد
النقدية، واضح؟ كذلك فيما يتعلق بالمخزون أو السيولة سواء الجارية أو السريعة، وسيأتي سؤال مثلا على السيولة مثلا الجارية على سبيل المثال، كما وضحنا ذلك أنه ممكن تستخرج بتقسيم الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، وأيضا هي تشير إلى عدد المرات التي تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الالتزامات المتداولة، وهكذا. ممكن أن يأتيك بسؤال على القوانين، وممكن أن يعطيك أرقام وتقوم بعملية التطبيق المباشر لها. مثلا يذكر لك في القانون أن المبيعات 20 مليون، إذا علمت أن المبيعات 20 مليون وأن رصيد النقدية 800 ألف ريال أو جد معدل دوران النقدية، في هذه الحالة تجد أنت معدل دوران النقدية ب 25 مرة، واضح؟ أعطيك أنا في الاختيارات 25 مرة، 20 مرة، 15 مرة، 10 مرات، تقوم باختيار الإجابة الصحيحة. نعم، الخصوم هي المطلوبات أو الالتزامات، يعني بثلاث مسميات أو ثلاثة مصطلحات، واضح؟ والخصوم هي المطلوبات والالتزامات، بينما الأصول هي الموجودات، واضح؟ طيب، أحد عنده أي سؤال يا أخوان قبل أن ننتقل إلى النسبة التي تليها؟ طيب، لعلنا ننتقل الآن إلى معامل دوران الذمم، حيث أن صافي الذمم يساوي قيمة المديونية ناقص قيمة الدائنية، وتهدف هذه إلى تقليص الفرق بين مديونية الشركة ودائنيتها، وذلك من خلال جعل مديونية الشركة للغير أطول ما يمكن والعمل على تقصير مدة الدائنية بقدر الإمكان، حيث تمثل الدائنية تجميدا للنقدية لدى الغير وتغطيتها بالنقدية في حال الحصول عليها. ونجد أن معدل دوران الذمم يساوي المبيعات على صافي الذمم. صافي الذمم هنا كما ذكرنا هي قيمة المديونية ناقص قيمة الدائنية، وهنالك نوعين من أنواع الذمم، النوع الأول هو الذمم المدينة، ولاستخراج معدل دوران الذمم المدينة ما علينا إلا تقسيم صافي المبيعات الآجلة على الذمم المدينة، وهذه النسبة مهمة جدا، وذلك لمعرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة، وهذا طبعا سيساعد الإدارة في إعادة النظر بسياستها اتجاه الذمم المدينة، ويجب أن تكون مدة التحصيل أقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها، كما ذكرنا ذلك في لقاء ماضي، وذكرنا أن المدة الأنسب والأمثل لعملية التحصيل من العملاء بكم يا أخوان، من يذكرنا بكم يوم؟ والمدة الأنسب في عملية السداد كم يوم؟ من يذكرنا يا أخوان؟ أحسنتم، نعم، ب 35 يوم للتحصيل و 45 يوم للسداد، وذلك للالتزام والوفاء بالالتزام لدى الموردين كذلك، حيث أنه إذا كانت المدة طويلة هذا يعني أن هنالك ديون ممنوحة فترة سداد طويلة جدا ولعدد كبير من العملاء، أو أن هنالك ديون متعثرة وقيمتها عالية. ولاستخراج معدل دوران الذمم المدينة كما ذكرنا نقوم بتقسيم صافي المبيعات الآجلة على الذمم المدينة. وبالتطبيق المباشر على هذا القانون نجد أن معدل دوران الذمم المدينة
20 مليون تقسيم 2 مليون و200 ألف نجد أنها 9.01 مرة، أي قرابة التسع مرات، تسع مرات، ولاستخراجها بعدد أيام أو أشهر ما علينا إلا تقسيم ماذا يا أخوان؟ تقسيم عدد أشهر السنة 12 شهر على هذا المعدل المستخرج 9.01، نجد أن النتيجة هنا ب 12 تقسيم 9.01، نجد أنها 1.33، أي أن هذه الشركة بحاجة إلى شهر وثلث تقريبا، أي قرابة 40 يوم للتحصيل من العملاء، هذا تقريبا قريب من المعيار المتعارف عليه 35 يوم. ولكن نلاحظ في المعدل دوران الدمم الدائنة يختلف الوضع، وذلك وهذا المعدل مهم جدا كذلك الدمم الدائنة، وذلك لمعرفة معدل سداد الدمم الناتجة عن المشتريات الآجلة للموردين فيما يتعلق بالموردين، ويجب أن تكون مدة السداد أكثر من المدة الممنوحة من الشركة لعملائها كي تستطيع الوفاء بالالتزامات، لأن الشركة الآن تحصل نقدية من العملاء وتقوم بالسداد لمن؟ للموردين، وإذا كانت المدة هنا طويلة فهذا يعني أن الشركة متعثرة ماليا وقد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، مما يضطر على الموردين عدم التعامل مع هذه الشركة. ولحساب معدل دوران الذمم الدائنة ما علينا إلا تقسيم تكلفة البضاعة المباعة على الذمم الدائنة، وتكلفة البضاعة المباعة من نص التمرين كانت بقيمة 8 مليون، تقسيم 6 مليون نجد أن معدل دوران الذمم هنا 1.33، 1.33، ولو قمت باستخراجها أو تحويلها إلى عدد أيام نجد أنها أو عدد شهور نقوم بتقسيم 12 على 1.33، نجد أنها قرابة 9 أشهر، وهذه المدة طويلة جدا قد يضطر الموردين عدم التعامل مع هذه الشركة لعدم الوفاء بالالتزامات، واضح؟ وفي حال أن طلبت هذه الشركة قروض من أحد المؤسسات المالية أو البنوك قد لا يتاح لها المنح الائتماني، وذلك لعدم التزامها بالسداد، واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى النقطة التي تليها أو النسبة المالية التي تليها، ألا وهي فعالية إدارة رأس المال العامل، فعالية إدارة رأس المال العامل، وهذه النسبة تحدد لنا مقدار استغلال الأصول في العمل، فكلما كانت هذه النسبة عالية كلما كان الاستغلال أفضل، وهذا قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بزيادة الأصول سواء الثابتة أو البضاعة أو تغيير سياسة البيع، والعكس صحيح لأنه يدل على وجود أصول تزيد بحجمها عن حجم الاستغلال الفعلي لها، وربما يتم اتخاذ قرار بتجميد الشراء لفترة أو التخلص من بعض من الأصول غير المستغلة، وذلك ببيعها أو تغيير سياسة البيع بالآجل. ولقياس إدارة رأس المال العامل ما علينا إلا تقسيم رأس المال العامل على مجموع الأصول، ولدينا رأس المال العامل يساوي المخزون مضاف إليه الذمم المدينة يطرح من الذمم الدائنة، وبهذا تكون رأس المال العامل بقيمة 600 ألف، بقيمة 600 ألف.
واضح؟ اي نعم، الاختبار موحد مع إدارة الأعمال يا أخوان، كما ذكرت ذلك مسبقا في أحد اللقاءات. واضح. طيب، ولاستخراج إدارة رأس المال العامل كما ذكرنا نقوم بتقسيم رأس المال العامل على مجموع الأصول، والمعطى مجموع الأصول بقيمة 26 مليون و800 ألف مضروبة في 100 لاستخراجها كنسبة مئوية، نجد أنها 2.23%. واضح، وهذه النسبة تعتبر ضئيلة جدا، هذه النسبة تعتبر ضئيلة جدا. وبهذا لابد من إعادة النظر في سياسة الشركة فيما يتعلق بالأصول بشكل عام، وكذلك بتغيير سياسة البيع بالآجل، وكذلك عملية وجود المخزون بهذه الطريقة أو بهذه القيمة، حيث أن المخزون لوحده قرابة من التمرين تقريبا فوق 2 مليون أو كذا، وما شابهه 4 مليون و400 ألف، وبهذا فقد يكون هنالك مخزون متراكم لدى هذه المؤسسة. النسبة التي تليها ألا وهي نسبة العائد على الأصول، وهذه النسبة تقيس صافي الدخل على مجمل الأصول، والذي يقيس العائد على الأصول، ولاستخراجها ما علينا إلا تقسيم الربح الصافي بعد الزكاة على مجموع الأصول، على مجموع الأصول، والربح فيما أعطي لنا في التمرين بقيمة 10 مليون تقسيم 26 مليون و800 ألف، نضربها في 100 نجد أن نسبة العائد على الأصول ب37%، وهذه النسبة تعتبر جيدة، وهي أعلى من الحد الأدنى المتعارف عليه والمعروف ب20%. النسبة التي الصوت واضح؟ الآن الصوت واضح؟ طيب، الصوت واضح يا إخوان؟ طيب، معدل العائد على حقوق الملكية، حيث أن هذه النسبة تعبر عن العائد الذي يحققه الملاك على استثمار أموالهم بالشركة، وهي تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة، حيث أنه بناء على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار في النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى. ولاستخراج هذه النسبة ما علينا إلا تقسيم الربح الصافي بعد الزكاة على قيمة حقوق المالكين نضربها في 100، وبهذا يكون معدل العائد على حقوق الملكية يساوي 10 مليون تقسيم
15,600,000 نضربها في 100 نجد أنها 64%، وهذه النسبة جيدة وهي أعلى من الحد الأدنى المتعارف عليه كمعيار وهو 10%. والنسبة الأخيرة هي ربحية السهم، حيث أن ربحية السهم تعتبر مؤشرا من أهم مؤشرات الربحية، حيث يعتبر مؤشر مساعد لترشيد القرارات الاستثمارية والاستخراج. ما علينا إلا تقسيم الربح الصافي بعد الزكاة على عدد الأسهم، وبهذا تكون ربحية السهم لهذا التمرين المعطى 10,000,000 تقسيم 1,500,000 سهم تساوي 6.66 ريال، وتعتبر هذه التوزيعات لهذه الشركة جيدة بناء على ما أعطي لنا من معطيات وبيانات يتم استخراج ربحية السهم. واضح؟ هذا كل ما يتعلق بالنسبة المالية وكيفية استخراجها. ونعيدها بشكل سريع، عندنا نسبة السيولة بشقيها، النسبة الجارية والنسبة السريعة، معدل دوران المخزون، معدل دوران النقدية، معدل دوران الذمم، فعالية إدارة رأس المال العامل، ونسبة العائد على الأصول، وكذلك معدل العائد على حقوق الملكية، وأخيرا ربحية السهم. لأهميتها اقتصاد لا نستطيع حذف أي منها، وذلك لأهميتها، ولم يعطى لكم كافة النسب المالية، وإنما أعطي لكم الأهم من هذه النسب. لعلنا نتوقف هنا، وذلك للإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم قبل أن نطرح الكوز، لأن هنالك عدد من الكوزات سيتم طرحها اليوم. قبل أن نطرح الكوز، من لديه أي أسئلة تتعلق بالمقرر بشكل عام فليتفضل قبل أن نطرح الكوز يا أخوان. هل من أسئلة يا أخوان قبل أن نطرح الكوز؟ نعم، الحد الأدنى والتي ذكرناها في أثناء اللقاء لا بد من معرفتها كذلك. طيب، الكوز الأول الآن أمامكم لحله، وهو عبارة عن 3 أسئلة، أمل من الجميع حلي في الوقت المحدد. وكما ذكرنا أهمية الكوزات، الكوزات مهمة جدا، يتوجب على الجميع معرفتها. أيضا أذكركم بوجود تكليفات ذاتية، بدأ التكليف الذاتي الثاني تقريبا من أمس وينتهي غدا، فآمل من الجميع المشاركة لحله. وهناك تكليف ذاتي ثالث سيبدأ غدا وينتهي تقريبا بعد غد أو اليوم الذي يليه، فآمل من الجميع المشاركة في حل هذه التكليفات الذاتية لأهميتها. يعني فيما يتعلق بالأسئلة ذكرناها قبل قليل والمتعلقة بالنسب المالية، قد يأتي سؤال على سبيل المثال، يعني ممكن يأتيك سؤال يقول يمكن حساب معدل دوران المخزون عن طريق تقسيم، ويعطيك 3 أو 4 خيارات،
يذكر لك مثلا المشتريات على رصيد المخزون، المبيعات على رصيد المخزون، الأصول على الخصوم، المبيعات على الدائنين مثلا أو ما شابهه، وأنت تقوم باختيار الإجابة الصحيحة ألا وهي المبيعات على رصيد المخزون. واضح؟ ولا أخفي سرا، ستأتي مثل هذه الأسئلة على الأقل فيما يتعلق بالنسب المالية من 3 إلى 4 أسئلة، من 3 إلى 4 أسئلة على هذه النسب المالية، وممكن أن يعطى لك عن طريق أرقام أيضا. إذا علمت أن المبيعات تساوي 20 مليون مثلا، ورصيد المخزون ب4,400,000، أوجد معدل دوران المخزون، وأعطيك مجموعة من الاختيارات من ضمنها 4.54 مرة، وأنت تقوم باختيار هذا الخيار 4.54. واضح؟ سهلة؟ تطبيق مباشر على القوانين، أعتقد واضح إن شاء الله وسهلا للجميع. طيب لعلنا نناقش الكوز الآن، واهتم لي بما ذكرته قبل قليل رجاء، لأنه سيأتيك على الأقل من 3 إلى 4 أسئلة فيما يتعلق بالنسب المالية وعدد المرات، تعرف عدد المرات بالنسبة للسيولة الجارية والسيولة السريعة 2:1 و1:2، وأنها تغطي الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة. واضح؟ طيب السؤال الأول فيما يتعلق بالكويز يقول: هيكل سوق المال يتكون من، وأعطانا 3 خيارات، هل هو من سوق النقد وسوق العقار، ولا سوق النقد وسوق الأوراق المالية، أم سوق العقار وسوق الأوراق المالية؟ طبعا الإجابة الصحيحة كما وضحنا ذلك في لقاء ماضي سوق النقد وسوق الأوراق المالية. أحسنتم. السؤال الثاني يقول: هي إيصالات تطرحها البنوك يثبت أن حامدها قد أودع مبلغا معين لمدة محددة وبفائدة معلومة فهي محرمة شرعا، ما هي؟ هل هي أذونات الخزانة، ولا الأوراق التجارية، ولا شهادات الإيداع؟ طبعا شهادات الإيداع كما ذكرنا هي محرمة ويجب على المسلم عدم التعامل بها. السؤال الثالث والأخير يقول: أذونات الخزانة تعتبر أوراق مالية تصدرها بعض الحكومات ويحصل حاملها على عائد ثابت في تاريخ محدد فهي محرمة شرعا، مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة، وإليكم الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة الثلاث. الكوز الثاني وهو عبارة عن طيب الكوز الثاني الآن أمامكم، نأمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد، وهو عبارة عن 3 أسئلة كذلك. يا أخوان أمر الاهتمام بالكوزات وكذلك التكليفات الذاتية. الكوز الآن أمامكم، الآن أمامكم يا أخوان، معلش الكوز الآن أمامكم، آمل من الجميع حله.
طيب يا اخوان الوقت الان انتهى، يقول الاطراف المهتمه بالتحليل المالي هي، اعطانا ثلاثه او اربعه خيارات، هل هي اداره المنشاه ام اصحاب المنشاه ام الدائنون ام كل ما تقدم ذكره صحيح. طبعا الاجابه الصحيحه ان كل ما تقدم ذكره صحيح. السؤال الثاني يقول ما يهم المقرضين الدائنين بالدرجة الأساس من نتائج التحليل المالي الوصول إلى زيادة حجم مبيعات الشركة أم ارتفاع أسعار البيع للشركة أم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها. طبعا يهمهم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها. السؤال الثالث والأخير يكون تحليل تقييم الأداء يشتمل على تقييم الربحية وكفاءة الإدارة المالية والسيولة واتجاهات النمو، مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة، وإليكم الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة. واضح؟ طيب هنالك كوز أخير أيضا اليوم، حتى وهذا الكوز الآن أمامكم وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة، وآمل منكم الإجابة عليه في الوقت المحدد. وهذا هو أمامك الآن الكوز، طيب الوقت المحدد الآن انتهى للإجابة عن الكوز، ولعلنا نناقش هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. ذكر في السؤال الأول يقول أي الأوضاع التالية هو الوضع الأمثل للشركة لإدارة ديونها، هل هو فترة التحصيل 40 يوم ومتوسط السداد 25 يوم أم فترة التحصيل 35 ومتوسط فترة السداد 45 يوم أم فترة التحصيل 55 وفترة السداد 50 يوم؟ طبعا الإجابة الصحيحة الثانية وهي فترة التحصيل 35 وفترة السداد 45 يوم. السؤال الثاني يقول أي مما يلي يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة السريعة، هل انخفاض النقدية وارتفاع الدائنون أم ارتفاع أوراق القبض القابلة للخصم وانخفاض أوراق الدفع أم ارتفاع المخزون وانخفاض الدائنون؟ طبعا الإجابة الصحيحة لهذا السؤال انخفاض النقدية وارتفاع الدائنون. السؤال الثالث والأخير يقول حقوق المساهمين تمثل حصة المساهمين في المؤسسة وهي صافي ثروتهم الناتجة عن الموجودات ناقص المطلوبات، مدى صحة هذه العبارة؟ مدى صحة هذه العبارة؟
هذه العبارة صحيحة، هذه العبارة صحيحة، واضح؟ هذه العبارة صحيحة. طيب قبل أن نختم يا أخوان، أحد عنده أي سؤال؟ آمل من الجميع الاهتمام بما تم ذكره خاصة في هذا اللقاء فيما يتعلق بالنسب المالية وكيفية إتيان الأسئلة في الاختبار فيما يتعلق بالنسب المالية، وأيضا الاهتمام بكل من التكليفات الذاتية وكذلك الكويزات، كما أن ننوه ونؤكد على أن الأسئلة موحدة بينكم وبين قسم الإدارة لـ40 سؤال. ونقطة أخيرة، عدم وجود أسئلة تحتوي على كل ما تقدم ذكره صحيح أو لا شيء، أو أن ألف زائد باء إجابة صحيحة وما شابهها، وإنما لابد من أن تكون إجابات محددة، واضح؟ أحد عنده أي سؤال يا أخوان؟ أي سؤال؟ قبل أن نختم من أسئلة، لعلنا نلتقي غدا في لقائنا 8 والأخير، وأأمل منكم جميعا الحضور في الوقت المحدد لأهمية هذا اللقاء غدا، وذلك لتوضيح بعض من الأمور المتعلقة سواء بالاختبار أو بالمقرر بشكل عام. بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.